حلقة جديدة من برنامج على الموضة بتجمعنا بمصمم الأزياء نمر سعادي. كيفك نمر؟ كيفك؟ نمر، أنت من المصممين القليل يلي بعدهم بيتوجهوا للرجل الشرقي الكلاسيكي وبتبتعد شوي عن صراعات الموضة. يعني أكترية الكولكشن تبعتنا بتكون بهالاتجاه، ولكن احنا بنعمل قصص شوي من 20-30% من الكولكشن بيكون فيها شوية هيك صارخة أكتر من العادة، لأنه بطبيعتنا بنشتغل مع سياسيين، رجال أعمال وأشخاص محاميين، يعني بالشأن العام دايما بقى مجبورين يكونوا كلاسيكيين، ولكن لما نلتجئ ونحكي مع الفنانين في عنا كولكشن بنعمل الفنانين العرب وفي كمان قصص بنعمل الأجانب، يعني حسب البلد، حسب الأشخاص، حسب الإيفانت، كل هيدا نشتغل بهالطريقة هيدا. يعني تعتقد نمر إنه الرجل الشرقي مظلوم بعالم الأزياء؟ هو ما إنه مظلوم، بس هو ما إنه مطلع، يعني التياب هي ثقافة، بطلت شيء إنه بلبسه. من زمان كان التياب هو شيء تغطي جسمك، اليوم التياب صار فيها ثقافة، صار فيها اطلاع، صار فيها تفاصيل أبعد من إنه أنا لبست أو اشتريت قطعة حلوة. بده يكون عندك ثقافة اللبس، بده يكون عندك حب لللبس، بده يكون عندك اطلاع لحتى تعرف كيف بدك تلبس. إذا بدك بخدها بهالاتجاه، أنا بلاقي إنه الشخص بحد ذاته هو فيها بيخلق هالشغلة أو هو يركض وراها. بالعالم العربي، يعني بالعالم العربي بشتاق لك إنه العالم العربي متقدم أكثر منا صار من ناحية التياب. عنده اكتفاء ذاتي بكل شيء، عنده الوقت، عنده الراحة إنه يطلع للموضة يكون. بينما بلبنان شوي العالم ملتهية بالأمور تبعيتها، منا متجهة إنه تكون راسة متجهة لشيء اسمه موضة. كمان بدنا ننوه لشغلة إنه نحن قليل معنا مصممين بخصصوا أزياءهم للرجال، أغلبيتهم بيتجهوا للنسوان. إيه للأسف ما في حدا. يعني أنا لو ما كنت جاي من دار أزياء عم نحكي 90-100 سنة لورا وصلت لمحل أنا طورته وجدي وكل شيء، لما أنا طورته أخذته باتجاه يكون تصميم أزياء وأكثر فاشن هاوس، كنت لقيت إنه بعد ما في حدا عملها. يعني هيدا بيخلي لك الساحة، بيخليك تنافس نمر سعادة بس؟ ليك لا، دائما يعني أول شيء ما بيخدها منافسة، بيخدها إنه أول شيء إنه هيدا الشيء يكبر. لأ أنا اليوم بلاقي صعوبة حدا يساعدني بشغلي، بس إذا كان في ناس عم بروح بهالاتجاه فيني بلشوا عندي، فيني يفتحوا لحالهم، بس تخلق سوق بيكبر لكل العالم. هذا الشيء اللي احنا بدنا اياه، يعني وللاسف بعده مش موجود. هلا نحن والمشاهدين نمر عم نشاهد مجموعتك لربيع وصيف 2019، شو بتتضمن هالمجموعه؟ هاي المجموعه اول شيء نحن متوجه دائما للرجل الشرقي اللي بيشتغل، اللي بده يبين بمظهر رائع. بنستعمل قماشات خفيفه كثير، بنستعمل قصات مريحه كثير على الجسم، يعني هذا الشغل اللي بيميزنا انه القصة تبعيتنا وقماشاتنا بتناسب الطقس وطبيعة شغل الأشخاص اللي محيطين بهالمنطقة هيدي، اللي هي فيها حرارة كتير، فيها دعك للجاكيت كتير، يعني مشتغل بهالطريقة. وعندنا كمان اللاين اللي هو للأعراس، كل شيء ودينج أعراس، بتلاقي إنه نحن يمكن كتوكسيدو سبعونا وتياب بنلبسها، عندنا مجموعة كبيرة بهالاتجاه هذا. شو أكثر قماشة لجأت لها؟ نحن دائما بنستعمل بكل المشاهد اللي بنستعملها هي تقريبا اكثرتها فيها وول، هي صوف بس، ولكن مخلوط شيء مع حرير، شيء مع مهار، شيء مع فيكونيا، شيء مع كشمير، يعني كل قماشه عندها نوعيه. بس نحن اشتغلنا كثير هلا على كل شيء فيه حرير اكثر. كمان انت عم تطلق خط جديد؟ مظبوط، هلا بالكولكشن الجديده يمكن 2019 اول مره بننزل عنا مجموعه جلديات بتكمل عالم الرجل بحد ذاته. كل شيء بيستعمل هذا الشغل من جزدين صغير كبير وسط، قصص للسفر، زيب كلاتش كمان، يعني كل شيء بيجي من جوا اورجنايز للبزنس بيبل، يعني تليفونك وين بنحط، الاكسسوار تبعك وين بنحط، كل شيء له محل عنا. اللابتوب بيستعمل شنطه كثير هيك ريفايند للبزنس. لاحظنا التيرتل نيك سيطرت بشكل كثير واسع على عالم الموضه هذاك الموسم، ممكن نشوفها بالموسم المقبل؟ اكيد، لانه الرجال لما تشوف شغله على الكاتوك وبلشت هيدي باقي كم سنه لقدام، لما بكون بلشوا من هون. بينما بالحريم الحريمي بتلاقي انه لا، هو ببلش قصص نص الكولكشن بتلاقيها اختفت هذا الموسم بس، ولكن بالرجال لا، بضاين اكثر، تستمر تستمر اكثر، لانه بطبيعه الرجال هو اكثر ستيبل، بطبيعته التغير عنده قليل وبطيء بنفس الوقت،
ورجال الموضة تبعيته محدودة، عشان هيك نرجع للأربعينات أوقات أو الثمانينات أو التسعينات، سوقات بتكون كتير أدفانست، بس بتضاين 4-5 سنين منهم الموضة. يعني اليوم بس حتى أعطي شيء للجمهور لأنه هيدا كتير مهم هلا عم بصير. الموضة هلا صارت غير بنعرفها 4-5 سنين لورا، كان البنطلون يكون دارج كتير قصير، كان كتير ضيق من تحت كوب سيجارات، كانت الجاكيت كتير ضيقة على الجسم، كل شيء بتلاقي له سلم ورفيع وضيق على الجسم. هلا صار توتال ديفرنت، هلا البنطلونات مع كسرات، البنطلونات طويله واسعه، الجاكيتات واسعه، التيشيرتات واسعه، كل شيء صاير بغير اتجاه. سو هلا بلشت اليوم، هلا من هذيك السنه بلشت، يعني بعتبر انه نحن من هلا ورايح كل شيء عم نلبسه اذا بدنا نكون ماشيين على الموضه كل شيء بيكون غلط. بس بالعالم العربي واللبناني خاصه بتاخذ كثير وقت، يعني بنكون نحن بلشنا نتعود عليها بتكون هي طلعت الموضة. تستوحي أزياء من دور أزياء عالمية بعض الأحيان؟ بعمل اطلاع، وبالمكتب عنا نحن بنعمل اطلاع على كل شيء عم بيصير، وبنفس الوقت إذا بدك بنروح بالدايركشن الألوان. بس بالقصات وهيك بلاقي حالي أنا مثل ما دايما بشوف الرجال أو بأي اتجاه بعمل له، بتقدم بالقصات وبكل شيء حسب ما انا بشوف، ما كثير تابع 100%. على سيره الالوان نمر، انت عندك عشق للون الاسود، يعني تفاجأت عم تطلق خط جديد في بقلبه كثير الوان. ايه مزبوط مزبوط. اللون الاسود هو بعتبره انا هو لون اساسي جدا، وهذا الطابع اللي انا طلعت منه، كل شيء بشتغل فيه ببلش بالاسود، يعني كريشن تبعتي بتبلش هون. بس ليتلي عم بقول انه ليش ما اذا عم بعمل شغله بالاسود هيك تعملها بالابيض لات مي سي ذا ريزلت، لانه ما بيجي على بالي او فكره تطلع اول شيء بتكون بالاسود. سو مشان هيك عم بشوف هلا الامور لا في الوان اكثر، فرحه اكثر، يعني وعم بلاقي انه بتحس مصرح. بعض الاحيان انه التصاميم الرجاليه محدوده بعكس التصاميم النسائيه؟ محدوده كثير، وهذا بيعمل لها شغله كثير صعبه. هذا تحدي، هذا التحدي وهذا صعوبة. وعشان هيك بتلاقي انه اليوم مصممين الازياء العالميين كل شيء بيتعلق بشيء بدله وقميص وكرافات وبليزر، الشغل فيهم كثير محدود، لازم نروح فيهم اكستريم، يعني شغله بتجي موضه سنه وكذا. ولكن ما فيك تشتري شغله بدله تروح فيها مناسبه او تكون فيها انت بسياسه او شيء، بتلاقيها انه الا ما تكون تفاصيلك كثير دقيقه، والشغل فيها لما تكون كثير دقيق هو بسيط، وبينه وبين انه يكون مش حلو شعره او يكون كتير فاشن كمان شعره. وبنفس الوقت اليوم الديمان تبع الناس انه بدها شيء غير العاده، اتليست اعطيني شغله. سو كتير دقيقه انه تحطها بالمحل المناسب، اي اكسسوار او اي ماشي او كيف تجمع القماشتين مع بعضهم او شو القصه، صعب كتير. بالعوده للسؤال الاول، لما قلت لك انه انت من المصممين القلال يلي بعضهم بيتوجهوا للرجل الشرقي الكلاسيكي تحديدا، بعض المصممين اليوم لما بدهم يخرجوا عن المألوف عم يلجأوا شوي ليدخلوا بالتصاميم الرجاليه نكهه نسائيه، فانت شو تعليقك على هالموضوع؟ مش انا، يعني مش ما انا بشوف الامور، بس مش يعني غلط. اليوم الانفتاح وإذا بدك البسايكولوجي تبع العالم الأجنبي أريده هو بغير وضع، يعني إحنا بنشوفه بطريقة هني بنشوفه بطريقة مظلوم. مظلومة إذا بنكون عم نفكر إحنا عم ندخل في شيء حريمي فيهم، ولكن فينا حتى بغير طريقة أقول لك إنه هني أدفانس أكتر. أول شيء بتبلش إنه الرجل والمرأة واحد، بدنا نبلش بلد سو عندهم غير اتجاه وغير نظرة، بس نحنا بنشوف الرجال بغير طريقة. وفي مصمم أزياء اليوم يكون عنده هاي الدايركشن وفيكون عنده هاي الدايركشن، يعني ما حدا غلط، بس انا بخاطب الرجال بحد ذاته، يعني عربي اجنبي بحبه يكون هيك صلب وقوي، وبعتبر انه ما في بوصل لهيك شيء بقى، مشان هيك بهذا الاتجاه تبعي. تعاونت نمر مع العديد من المشاهير، رح اعطيك 3 أسئلة وبدك تعطيني اسم لكل سؤال. مين بتعتبره ملك الاناقه؟ وائل كفوري. الفنان وائل كفوري. مين الفنان يلي بترفض تتعاون معه؟ بتحس انه ما انه ستايل نمر سعادي؟ كل فنان ما بيهتم بجسمه، يعني بيعرف حاله. مين الفنان يلي بتحلم تتعاون معه غير اوباما؟ ايه مزبوط، مش عارفه. فنان عم نقول مش شخصيه.
عالمي ولا محلي؟ بالعالم العربي. العالم العربي. وإذا بدك بلبنان تحديدا. إحنا والعالم العربي واحد يعني. كاظم الساهر بعتقد. الفنان كاظم الساهر. الباقي لأنه كلهم مشتغل معهم، هو الوحيد ما اشتغلت معه بعد. بالعودة لملك الأناقة، بحسب ما وصفته للفنان وائل كفوري، في صداقة قوية كتير بتربطكم، خصوصاً علاقة أزيائك بوائل كفوري يلي دايماً عم تتكرر، شو سر نجاح الثنائية؟ أول شيء بيحترم شغله كتير، مش يعني إنه غيرهم لا، يعني مثلاً أنا بقول لك شغلة إنه كمان راغب عليهم الأشخاص اللي بقدر فنه وتعامله الشخصي والمهني اللي عنده إياه، شغلة كتير قوية كتير عظيمة، نجاحه مش من الفراغ يعني. بس وائل خطواته مدروسة أكتر لأنه خطواته أقل ومدروسة كتير، وهذا الشخص لما أنا أجي لابسه بلاقي إنه هو عارف شو بده 100%، وجمهوره واحد منه متنوع، ومثل ما أنا بشتغل مثل ما أنا بحب، مش هيك بتلاقي إنه نحنا نكمل بعض تفاصيل على الأخير. أنا عارف شو بده 100%، كيف شايفه لقله، وهو كيف شايف حاله، وهذا الخط انت بتاخده مع الفنان، والفنان لازم يروح فيه لبعيد. يعني اليوم انا الفنان مش يلبس اليوم احمر، بكره يلبس اخضر، وبعد بكره يلبس قصير، وبعد بكره يلبس طويل، ما فيك، لازم تعمل لون لحالك مثل بكل شيء بالحياه. بشخصيتك بدك تعمل لون قدام الناس، بشغلك بده يكون عندك خط وشيء مميز، وبتيارك بده يكون عندك كمان. انت ضد الشيء اللي بيتبعه الفنان سعد المجرد، خلينا نقول على سيرة الالوان، لانه كله هو من اكثر الفنانين اللي بيثيروا الجدل على السوشيال ميديا باطلالاتهم. ما بتعرفه. بدنا نحكي شوي عن الازياء النسائيه. سبق وشدنا تعاون مع الفنانه مايا دياب. ايه. لبس اكثر من مره، ما شفنا هالتعاون تكرر عن جديد. وقتها نحن سعيد شخصي بنعرفه طلبت مني انه اعمل هالشيء، قلت لها انا هي بتعرف انا بعمل مرتي لكثير حدا كلوس، قالت لي طب ليش ما بتعمل لي شيء لالي؟ قلت لها مرتين مش مره واحده. مرتين ومش من زمان كنا سوا، قالت لي انه اذا فينا نعمل شيء كمان وهيك، بس ما بدي افتح علي باب هلا بالوقت الحاضر ماني ريدي لاله. ولبس كمان دينا حايك، ولبست كان في كم حدا كمان. انت متقصد تبعد عن الازياء النسائيه؟ بهالاي اكيد بهالمره. اكيد السبب؟ اول شيء انا كل شيء بعمله اذا بدي اعمله وعم بعمله الروح تبعي هو روح مش فساتين، هو كل شيء بيتعلق بشيء قريب لعالم الرجال بنفس الوقت. يعني الاساس تبعه هو قميص وبليزر وكبوت، كل شيء ضمن هذا اللاين، هذا مش فستان سهره وفستان عرس، هذا كله ما مش انا فيه. مش هيك قبل ما احضر حالي مزبوط والكولكشن يكون جاهزه ونقي لمين بدي البسها وهيك، بفضل انه مش مره اي ومره لا بقى، مش هيك. بس كانت على صعيد شخصي انا. ما مين الفنانة اللي بتحس بالفعل بتلبق لها البدلة؟ إذا بدك اللي عندها الشخصية اللي ممكن تظهر هذا الشيء، بعتقد بين إليسا ومايا. شو اللون اللي بيلبق لها؟ مجرة تحية كمان. أسود؟ كمان أسود في كمان إليسا عندها عشق للون الأسود. إيه مزبوط، بس ما بلاقيها بالأسود لألها. أي لون لكن؟ بلاقيها بغير لون. الفنان راغب علامي كمان كمان بتجمعك فيه صداقة؟ أي صداقة قوية. في تعاونات بيناتكم قريباً؟ أكيد، يعني نحن مش من زمان تعاوننا بمسليبان، تعاوننا صح بإطلالاته الثلاثة ورا بعضهم، وبالبرايفت حفلاته والأعراس دايماً، يعني مش من جمعتين كنا سوا ومنسافر سوا. وراغب من الأشخاص اللي أصلاً شو ما كان لابس بيعرف يلبس وبيعرف هيك بيتعاطى مع الشغل، بيعرف يختار كمان، بيعرف. يعني راغب شخص كتير رصين بهالأمر هذا. شو الفرق بين متطلبات راغب علامي ومتطلبات وائل كفوري؟ نحكي بصراحة أكيد بصراحة. وائل إطلالته بده يكون مقتنع 100% إنه وعاشق الفكرة كلها لما يلبسها أول ما يطلع المسرح، وإلا ما بيطلع فيها أول مرة، ما بيكون مرتاح، بتأثر كثير عليه، وبتأثر إنه هو بيكون عن جد مختار البدلة اللي بده إياها وللمناسبة اللي بده إياها 100%. راغب كتر حفلاته المتكررة جدا يعتبر البدلة إنه أوكي فاين، ما عندي مشكلة، بشات مش بشات، كرافات يعني شوي لين لأنه إطلالته سريعة كثير، يعني صح بالجمعة بيطلع مرتين ثلاثة وين ما كان وكيف ما كان. يعني عنده هو مسيق، عنده
حفلات الحفلات وعنده الاعراس، يعني بتلاقي انه مش هيك، بتلاقي اهين بالتعامل مع الامور، يعني بتلاقي بقول له فكره دغري بياخذها وبيمشي ما عنده مشكله. ازياء نمره سعاده شو بتقدم للرجل؟ ثقه وجمال وراحه. نمر، وصلنا لختام حلقتنا من برنامج على الموضة، بتمنى تكونوا مشاهدينا استمتعتوا بالحلقة. شكرا لك نمر. مرسي لكم.